الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بدا صوت الأذان الذي صدح من مكبرات الصوت بمسجد أبو الريش في البلدة القديمة بمدينة الخليل غير مألوف للقادمين من خارج المنطقة، لكن هذا الصوت ألفه الأهالي منذ ما يزيد على 5 سنوات. أمجد الكركي أو الشيخ أمجد كما عرفنا على نفسه يعاني من متلازمة داون، وهو يتابع شؤون مسجد أبو الريش من تنظيف وترتيب وعناية ورعاية منذ تقاعد موظفه السابق، وبقي المسجد دون موظف أو حارس أو إمام. اسمي أمجد، الشيخ أمجد كركي. قديش عمرك يا أمجد؟ هو واجه فيه، واجه فيه السنة. أمجد شو بتيجي تسوي على المسجد؟ المسجد أكنس في القربة جامع أقدم في الكهرباء، بخلص أعزب كتب، أبدأ في القرآن، وأمتعه عشان ربز معد الدهور بعدي، ربز عصير بعدي، ربز بيجي حد المغرب والعشاء الفجر أدن أول بجر. المسجد لا يبعد عن حاجز أبو الريش العسكري سوى أمتار، ويعد المدخل الجنوبي للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وبجواره مباشرة يقع بيت عائلة أبو رجب الذي استولى المستوطنون على نصفه، فكان لزاما على قلب أمجد الذي امتلأ بحب المساجد إعماره ورعايته. لقي تشجيع أول إشي الفضل لله، وثم لوالدته بتنبهه والدته، لأنها والدته من حفظة القرآن كاملة، ومن بتقوم قيام الليل قبل الأذان، وهي قبل الأذان بنصف ساعة بتنبهه وبتقول له روح افتح المسجد. مسجد أبو الريش ليس الأول في حياة أمجد، فقد لزم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة الصلوات قبل تفرغه لهذا المسجد القريب من مكان سكنه، وشهد جريمة بشعة في تاريخ الأديان. أمجد كان من رواد الحرم، من رواد الحرم. أمجد حضر مزجرة الحرم في 94 وهو يصلي في قلب الحرم. أمجد إن حصل على شخص يقوم بالأذان هوني محله بروح على الحرم، متعلق بالحرم وبالمسجد هذا. هلقيت في الوقت الحاضر أمجد قائم على المسجد هذا في خدمته كلياته. للشيخ أمجد أمنية وحيدة كان قد طلبها العام الماضي من مدير وإمام الحرم الإبراهيمي ولم يخفها عنا. نفسي بدي أعزم حجة. نفسك إيش؟ أعزم حجة. حكيت لهم؟ وأمزك حجي أبو حازم، بدي أعشد عليك، بدي أعشد عليك أمانة أمانة، يجلنا أعزم حجة. مديرية الأوقاف في الخليل أكدت أن أمجد لم يتقدم لها بأي طلب للعمل في المسجد، وأنه في حال تقدم بطلب ستدرسه ولن تتوانى عن توظيفه إذا توفرت الإمكانية لذلك. والله ممكن، ليش لا؟ يعني إحنا هو ما سبق أنه تقدم بطلب ولم يطلب منا ذلك. هو لم يسبق أنه تقدم بطلب توظيف، حتى أنه أهله أو القائمين على المسجد ما طلبوا في يوم من الأيام إنه إحنا نطالب بتوظيف هذا الشخص. هو إن تقدم بطلب للتوظيف ساعة إذن ينظر في طلبه وينظر في وضعه وينظر في إمكانية توظيفه، إن كان هناك إمكانية ليش لا؟ يعني لا نمانع. المصابون بمتلازمة داون أو الحب كما يسميها الكثيرون مفعمون بالطاقة والإنتاجية، ولكنهم بحاجة إلى اهتمام أكثر. من مدينة الخليل، حمزة الحطاب لوكالة وفاء. الله أكبر الله أكبر.